المرض طيب ده. انا كنت بتكلم في المقدمه على فكره انه احتماليه او سيناريو الغاء الدوري. ده سيناريو وارد في العالم كله، يعني الدوري الانجليزي ممكن يتلغي، الدوري الاسباني ممكن يتلغي، الايطالي يتلغي، الفرنسي يتلغي، ومصر ممكن يتلغي. ده فيروس وما نعرفش مدى هيوصل لحد فين. السيناريو اللي انت شايفه منطقي في حاله الغاء الدوري نعمل ايه؟ مين يبقى البطل؟ مين اللي يهبط؟ الموضوع يمشي ازاي يعني؟ والله انا شايف ان انت تلغي الدوري برضه هترجع لمرجوعنا ل 2011 ان هي طبعا هي كارثه على الكره المصريه طبعا. بيوت ناس كتير مفتوحه، اكل عيش ومصدر رزق الناس كتير جدا، بيوتها هتتقفل مراعاه من الساده المسؤولين ان باقل الخسائر نطلع من القصه دي. انا اتمنى ان احنا بعد ما نخلص ال 14 يوم تكون الاجواء بقت اهدى من كده، بقى يبقى في مصل لعلاج الكورونا، بقى عدد الامراض حتى مش عايزين نقول الوفيات لا قدر الله بقت بتقل. اتمنى ان بعد ال 14 يوم المياه تلجع لمجراها الطبيعي وان الدنيا تمشي والعجله تمشي، لان بيوت ناس زي ما بقول لك مفتوحه. ده اللي احنا كلنا بنتمناه، ده اللي ان شاء الله ان شاء الله يحصل باذن الله. انا بقول لك لا قدر الله السيناريو الأسوأ هو وارد، وحتى في انجلترا بيتكلموا على هذه السيناريوهات، بيحطوا اكتر من سيناريو عشان يبقوا يعني موقفين على رجلهم في اي سيناريو فيهم ان هم يقدروا يطبقوه. سيناريو الغاء الدوري المصري شايف ممكن نعمل ايه فيه؟ اكيد هتبقى بالسنه الجايه يبقى الحال على ما هو عليه. يبقى الحال على ما هو عليه، هتلغي الموسم ده تماما. حتى لو على مستوى الرياضي، لو على مستوى المدارس، عايز تلغي الغي، لكن السنه الجايه هي تكمله، يعني مش هنقول تكمله، تبدا من صفحه. طيب من اول انا دلوقتي عندك مثلا النادي الاهلي، النادي الاهلي دلوقتي هيقول لك انا مظلوم، انا خلاص انا عمال احقق ارقام قياسيه، انا بحقق انتصارات متتاليه، انا متصدر الدوري وشبه فزت بالدوري، انا موقفي عامل ازاي؟ اكيد هي مشكله كبيره النادي الاهلي، لكن عايزين برضو نحط في عين الاعتبار المصلحه العامه. يعني مش كل واحد يفكر في مصلحته الشخصيه. انت لو بطل السنه دي ممكن تبقى بطل السنه الجايه، دي ما فيهاش مشكله، والنادي الاهلي دايما معودنا ان هو بطل. لكن المنافسه موجوده في الملعب، انت بطل السنه دي والاهلي زي ما معودنا طول السنين اللي فاتت هو بياخد دوري عادي، لكن السنه اللي جايه ممكن تلاقي برضو النادي الاهلي بطل الدوري طبعا. واكيد نادي الزمالك بعد الاداء اللي بيمر بيه الفتره الاخيره مستواه بيتحسن جدا، واخد بطولتين على مستوى الافريقي وعلى مستوى المحلي. انا بشوف ان المنافسه بقت قويه جدا، لكن انا زي ما بقول لك مش عايزين نفكر في المصالح الشخصيه على قد ما نفكر في المصلحه العامه. طيب حاجه انا اقول لك مثلا، انا المقاولين العرب، انا مش كل سنه بعرف انافس على المركز الثاني وعايز اشارك في دوري الابطال بقى السنه دي، انا همسك فيها الانديه اللي هتهبط هتبقى موجوده تاني في الدوري اللي خلاص كانت واضح ان قربت تهبط يعني، وفي انديه بتلعب دلوقتي في الدرجه الثانيه كانت عماله تادي وتتعب وتصرف وتعمل مجهود عشان تصعد للدوري الممتاز. بس انا اقول لك برضو كل واحد بيفكر طبعا الموضوع محير جدا طبعا، لكن هنا القرار هو اللي يتفرض على الكل. لان لو كل واحد هيحسبها من ناحيته، يعني مثلا الاولمبي عايز الدوري يتلغي عشان ما يهبطش الدرجه الثالثه، الترسانه عايز الدوري يتلغي عشان ما يهبطش للدرجه الثالثه، الاهلي عايز الدوري ما يتلغيش عشان ياخد بطل الدوري، نادي مصر وطنطا بيعانوا شويه في الدوري فممكن يقول لك مصلحه برضو النادي الزمالك ان هو الدوري يتلغي عشان برضو ايه الاهلي كان هياخد الدوري فالدوري يتلغي وهو بعيد عن المنافسه. فكل واحد بيحسبها، لكن زي ما بقول لك كريم هي المصلحه العامه. بس انت لو صاحب قرار الغي الدوري ده بكل اللي فيه واشتغل باللي فاته يعني بالقديم. انا يعني لو هتلغي خلاص بقى يبقى اشتغل بقى من اول السنه على الفرق اللي موجوده دلوقتي في الدوري الممتاز والفرق اللي موجوده في الدرجه الثانيه وهكذا، وهي حاله عامه يعني حاله عامه استثنائيه، حاله استثنائيه صح، زي ما حصل برضه في 2011 زي ما بقول لك يعني ايام ربنا لا يعودها. لكن انا بشوف ان السنه الجايه يبقى الحال على ما هو عليه، كل المنافسات تمشي زي ما كانت، وهي ظروف عامة، ظروف قهرية يعني.